الأكاديمية عندها يعني دايما وجهة نظر ان احنا لما نيجي نعمل برامج او مشروعات جديدة في البحوث والابتكار تكون بطرق مختلفة ومبتكرة تناسب الأطفال والشباب والنشأ، لأن هي دي الفئة المستهدفة. فدايما المسابقات هي أفضل طريقة تشد الانتباه الطلاب والشباب والنشأ وتزكي روح التنافس عندهم. احنا كمجمع إبداع برج العرب هو مجمع متكامل، بمعنى ان احنا بنجمع الجهات الصناعية والجهات التكنولوجية والجهات الحكومية جوه مجمع واحد. اللي بيخرج من المشروعات بتاعتنا بناخده بنحتويه بعد كده، بنعمل له زي احتضان في حضانات الاعمال ومسرعات الاعمال. لو هم شباب صغير بيبتدوا يتأهلوا يدخلوا في المرحلة اللي بعد كده في مراحل احترافية شوية، ولما بيتخرجوا من الجامعات او من الكليات التكنولوجية اللي هم فيها بيبتدوا يدخلوا على مسرعات الاعمال او حضانات الاعمال بالافكار المتميزة بتاعتهم. عملت حاجة المكفوفين ان هو اول ما يلاقي حاجة قدامه ببعد نص متر تزمر على طول او تدي اشارة للشخص اللي لابسها على حسب. بقى احنا عملنا طقم كامل منه الشوز، عملنا شوز عشان لو في حاجة قدامه هو بيطلع الدرج ولا حاجة، وعملنا جاكيت عشان لو في حاجة في مستوى صدره، وعملنا كاب برضو عشان لو في حاجة في مستوى راسه. احنا الفريق بتاعنا عامل اروفي اللي هي غواصة بتحرك عن طريق كنترولر هنا بدراع، المفروض ان هي بيبقى في مشاكل تحت المايه هي بتعالجها، سواء بقى كل سنه بيبقى في مشكله شكل احنا المفروض ان احنا بنعالجها. بتنزل حوالي لعمق 30 متر، احنا بنحاول نطور الكلام ده شويه، بنحاول ان احنا نزود العزل ونحسن العزل ان هي تنزل اعماق اكتر من كده بحيث ان هي تتكيف على كل المشاكل. احنا عملنا الكرسي دوت، هو مكان او جهاز ذكي بيقدر من خلاله الشخص اللي هيقعد عليه اللي هو يتحرك، يقدر اللي هو من خلاله اللي هو يستخدم السوفت ويرز او الانظمه اللي احنا هنبقى حاطينها عليه، اللي هو مثلا زي اللي هو لعبه، زي اللي هو يستخدم الوورد مثلا، اللي هو يكتب زي على الكيبورد كده عن طريق عينه. البروجكت عباره عن طرف صناعي لمبتورين الايدي او اللي ما عندهمش، اللي حصل لهم بتر في ايديهم، عباره ان هو بيشتغل بس من تجميع اشارات المخ او ان هو الانسان يفكر ان هو عايز يعمل حركه، فبقدر اطبق الفكره دي على الايد، يعني لان هو بيبقى عنده العصب مات ما عن طرف الصناعي ما بيقدرش ياخد، ما استقبلش منه اشاره يعني. احنا حاصلين على مركز رابع على العالم على في مسابقات الروبوت. احنا مشاركين بالروبوت بتاعنا، هو روبوت مصمم ان هو يؤدي مهام معينه، مصمم على المات بتاعه FLL المسابقه. ومشاركين برضو بالبروجكت بتاعنا اللي احنا عملناه، هو بروجكت مكون من هو حاجه بتحاول ان هي تحفز الناس ان هي تبقى تتند تو بي مور اكتيف، لان دي طبعا مشكله زي ما حضرتك عارفه ان هي خطيره جدا، الناس بتميل ان هي تستخدم التكنولوجيا في حياتها اليوميه، فاحنا ازاي ان احنا نحفز الناس ان هم يبقوا اكثر نشاطا ويتحركوا اكتر.